كان معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه وزير الخارجيه في مقدمه مستقبل فخامه الرئيس عبد الله رئيس الجمهوريه التركيه الصديقه السابق لدى وصوله اليوم الى مملكه البحرين هذا وسيقوم فخامه الرئيس عبد الله جول يوم غد بالقاء محاضره بعنوان افاق السلام في المنطقه وسبل تحقيقها والتي سينظمها معهد السلام الدولي بمشاركه معالي وزير الخارجيه وسعاده السيد تيري لانسن رئيس المعهد